محمد فرمان من رجدي. مواليد أي سنة؟ 10/1 سنة 21. كان عمري حوالي 13. رجبونا الثوار في 36. في 36 قال يا محمد انت ما سلاح، بس انتو خدمات. اجت واحدة مصرية حتى عملت لنا مطعم، وناس يطبخوا وناس يطعموا وناس، اقول لك الناس صارت من يابة تيجي. ايوه يعني هذه المرة تبرعت بالشيء هذا. نعم. انهار لهم بقول يا محمد قلت نعم. قال الطرابيش صاروا اي واحد يطيح بحطه وعقال يعتقلوه. بريطانيا تعتقلوا على طول. معروف انه عربي. هذا فاير. هذا مش حتى واحد، هذا فاير. شو احنا انا 13 عمري. والله القائم اللي جاي علي قائم مقام. الشاطر امر يا شاطر. قلت له من فضلك من فضلك الطربوش. قول انفقد الطربوش من فلسطين نهائيا. راح كله ما في. صار عليه طلب. بس كان عمري 13 سنه. نعم. وبقيت يعني زي ما تقول دائما عندي حركه. ايوه. نشيط. نشيط. طيب في اراضي وسهول عندكم هناك؟ في اراضي وفي ارض سهول عندنا. ارض سهل تزرعوها وكذا. اراضي صالحه لها. اراضي صالحه. بعدين الاراضي هذه احنا اخذناها بحد الشيخ يعني من البدو. من الشبع اللي اخذها احمد سلمان. احنا حرب. وبعدين العرب بنقسموا قسمين، قسم مع الجبل. نعم. وقسم جيراننا هذول. ايوه. احنا ارضنا كلها ارض اصحاب شو اسمه باسم اصحابها. نعم. طلعنا منها. أيوة. وهي والله باسم اصحاب. في ثورة 36 والله راح من الثوار شيء كثير يعني. والله انكتل من الثوار. والله من بلدنا احنا كان قائد هذا سليمان العوامة. سليمان العوامة؟ هو سليمان عاش. بس خلص النقب هيك عندك. من دار عشا. من دار عشا هو. سليمان العوامة كان قائد. وبرضه هذا الزلمة راح مع ناس يعني راح ما طيران وغير الطيران يعني ما فيش رحمة يعني. نعم. طيب آخر الدنيا صارت بريطانيا تدور على وين؟ على الثوار. واحد من نفس البوليس طلع بده يشرد من البلد يعني مطلوب قطع راسه. نعم. والله هو ماشي بيجي تاكسي تقول له مرته بالله عليك اعطيه نص ليره. ركز اعطيه نص ليره خليه يركب يا زلمة. هذا قال تعال. أخذ نص الليرة. قال وين وجهك أنت؟ قال له أنا وجهي وين ما بدك. قال له اطلع. طلع. في الطريق اللي الطريق مسكرة. أشروا للزلمة هذا وقال له حاكم من عكا. هذا الزلمي مع مرته شتفوه. هذا الزلمه
حط معاه حطت المهتريه. هذول اخذوا المراه وراحوا. اجى بقول له والله تعطيني السيكاره. قام ولع السيكاره واعطاها له لخمه. ما لخمه الا البارودين. قارب ايدين لهن مايط واتبعهم. قال له انت ما بقتلك خليك خليك. والله طخ اثنين اللي وجاب سلاحهم وجاب المراه وحل اكتاف الزلمه وركبوا وغشوا المغفر اعطوا السلاح للمغفر وحاكم هذا قال لهم حكى كذا حكى مع شو بيسموه ايامها الحاكم بريطانيا مندوب السامي مندوب السامي قال له صار معاي كذا 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 كذا. قال له انت ما. قال له انا من القدس انا مطلوب للشنق. قال له والله ما في شنق ان شاء الله. قال له هذا فلان اللي انت بدك اياه. اجى كتلهم وفك كتافي وجاب المراه. اخذوا على عكا وفي عكا قال له الك بياره. ما شاء الله. المهم قال له انا بدي بيارات بدور من شو اسمه. قال انا بجيب لك اعفاء. ما فعلا جاب له اعفاء. هذا كان له هيك يتطلب وغرفيش. الله يعوامه هذا انه شرد على 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 مصر وفي مصر حطوه جوا. مرته حبسوه يعني؟ حبسوه في مصر. لحقته مرته قالت له قال لها جيبي لي منشاره منشاره صغيره. جابت له منشاره نشر الشباك وطلع وين الترينات كذول؟ على الحديد على الحديد يا رجل. وفي غزه طاح مروع على الدوام. فالثوره راح فيها ناس راح مش قليل. بعدين احنا في بلدنا راح ناس كثيره يعني اللي طلعوا واحد بنات ثنتين وزلمه بدهم يطلعوا البنات في السيارة اللي شايفهم معاه بارودي طخ عليهم. أجد طلق فيهم يعني عندهم قالوا كتلوا البنات وكتلوا الزلمة ورموهم وشردوا من الضخ. طلعنا على بلد اسمها بيت نحسير. الله العظيم ما وصلنا البلد الا لسان الواحد هالطول. ارتفاع يا عم ارتفاع تقدرش تسوي عالي يعني؟ شو عالي؟ شو عالي؟ علو يعني من. ولما اجينا احنا طب ليش طلعتوا على بيت محسير؟ ليش طلعتوا على بيت محسير؟ فزعنا. قالوا المعارك في بيت محسير. ايوه وطلعنا وجينا من البلد وقبلي لقينا هذا ابن جازي ولا شو سموه هذا ما معوش ولا فشكه مفلس اللي مودينه يحارب. ما فيش. انا معانا سلاح وعلينا مسؤول يعني كان عسكري كان شويش
المهم قال لا تخافوش من الطخ الطخ هذا اللي بيفقع فقعتين هذا لا تخافوا منه. المهم جينا على البلد والله يا عم لما طلعت من في مالي وطلعت على الأرض قال قلبي دي وكأنه ملائكة شدتنا وتدبني في جواسي طول ارتفاع بيخوف هيك تكوين البلد. عادي هذولا بانين حواجز صور عشان ما حدش لا بقر ولا غنم لا اشي لا. واحنا اجينا مع هالشو اسمه والله احنا فيش يعني وين اليهود قبالنا واحد على في قرز بيشتغل اجوا علينا اثنين شباب واحد معاه هون وواحد معاه سريع الطلقات والله حط حبه وطلقها اذا احنا وياهم بجنب بعض اللي هم مين؟ اليهود والله اطلقنا الحلاطه الكل منا دار سلاح عليهم وبعدين ابو البرن هذا طب فيهم يا زيد ليح البارد وبعدين ابو الهاون هذا على طول الخط يحر ويضرب تراجعوا؟ تراجعوا راحوا شردوا غابت الشمس قلنا خلص بدنا نروح رحنا ورجعنا على البلد بسلام ما راحش منا حدا. إذا سمحت لك الفرصة إنك ترجع للبلد بترجع؟ أنا صاحب البلد. أنا صاحب بلده. مسقط رأسه مسقط الرأس مقدس.